الحقيقة الكثيرون يطرحون السؤال التعجبي التالي: الأمطار تغيب فنتضرع إلى الله أن يمن علينا بها، وبعدين تأتي الأمطار فتتحول إلى فيضانات وتهدم بيوتنا، لا حال يعجبنا يا دكتور ولا إيه؟ والله هذه النقطة بالفعل وجيهة، وأنا ذكرتها في مقال لي مؤخرا، يعني أن إحنا يعني نستجدي الله سبحانه وتعالى المطر، وعندما يسقط المطر نقع في ورطة. فهذا طبعا تحدي كبير. التحدي هذا أن يعني هناك مشاريع بنية تحتية جديدة، وقد يحدث يعني المشروع الجديد الحديث قد يحدث خطأ هندسي، سهو في التنفيذ، ولكن هناك نقاط تجمع أمطار في مدن السعودية تجدها أنها يعني مرتع للمطر، حتى لو يعني تساقط 4 أو 5 ملم من المطر تتجمع عاما بعد عام. فهذا يطرح سؤال، يعني لماذا لا تعالج هذه نقاط التجمع؟ والمهندسون المعماريون يا دكتور لديهم الحلول لكل هذه المشاكل. عفوا، المهندسون المعماريون لديهم حلول هندسية لكل هذه المشاكل يا دكتور. صحيح، ولكن المهندس، يعني حتى نكون منصفين، المهندس ليس بيده كل مفاتيح القرار. نعم. يعني الآن علينا نتذكر أن في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الحالي 2013 مبلغ قدره 38 مليار و200 مليون ريال سعودي لبند درء السيول وتصريف الأمطار والمعدات والآليات، وهذا مبلغ ضخم. صحيح. يعني محدد لمعالجة المشكلة التي نحن بصددها وهي تجمع الأمطار. قضية المشاريع والهندسة التي يعني تفضلت فيها، أن المشروع يعاني حقيقة إجمالا، يعني الآن هو وقت الإنشاء والتوسع في المشاريع في المملكة العربية السعودية. لهذا العام المرصود في الميزانية 285 مليار فقط للمشاريع على تنوعها، وطبعا هذا المبلغ تضاعف يعني وتصاعد على مدى ال7 سنوات الماضية، حتى وصل إلى ما هو عليه، يمكن تضاعف 7 مرات. ولكن الآن مع كثرة المشاريع أمامنا تحدي كبير. هذا التحدي الكبير أن هذه المشاريع يجب، وعودة على النقطة التي أنت ذكرتها، تهندس بالطريقة الصحيحة. يعني الفكرة تصار بوضوح وبتفاصيل، الهندسة تكون تفصيلية، المخططات المشاريع تكون تفصيلية، ما يسمى بالديتيلد انجينيرينج، وبعد ذلك عند ترسية المشروع يرسى للمقاول الأفضل، للمقاول الذي يمتلك الإمكانيات الفنية والمالية لتنفيذ المشروع، وليس للمقاول الذي يعني يسعى للمشاريع حتى يعطيها لمقاولين من الباطن ثم ندخل في إشكالات. النقطة التي بعدها الإشراف، أن يعني الجهة الحكومية صاحبة المشروع عليها أن بالفعل يعني تشرف وتدير وتطبق كل مفاهيم إدارة المشاريع Project Management بدقة. يا دكتور أنا شاكر جدا لتشريفك لنا، والشعب السعودي يعول على نخبته المثقفة لكي تضغط في سبيل تحويل ذلك إلى واقع إن شاء الله. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور إحسان علي حسين بوحليقة، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي.